يا مايا. نعم يا بابا. هي امك فين بقى لها ساعتين مختفيه؟ معرفش يا بابا، مصرني كده عليها. انا مات. ما بتردش. لا لا لا. السلام عليكم. كنت فين يا أبلة؟ يا عم طول بالك، استنى ناخد نفس. بقالك 5 ساعات برة ومش بترد على التليفون، قوليلي كنت فين؟ ما انت مش محترماني. انا بقى معدش عايزك خلاص، هوديك عند اهلك من النهاردة. والله لو كنت جاي من المريخ انا هوديك عند اهلك النهارده. انا ما عدتش عاوزك. ماشي، يعني انت مش عايزني؟ انا بقى هروح ابيع ال50 فنجان اللي انا ورثتهم، وهروح اعيش في التجمع انا وعيالي. ايه؟ انت ورثتي 50 فدان؟ يا حبيبة قلبي كده تخليني أعلى صوت عليكي؟ طب ما كنتيش تتأخري 2 3 ساعات كمان.